هذه المرأة الطيبة المباركة وقعت لها حادثة عظيمة جدا تسمى حادثة الإفك، وهذه الحادثة اتهام لهذه المرأة الطيبة المباركة، اتهمها بها أهل الإفك حيث سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فتخبر أنها سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، وكان النبي يقرع بين نسائه، فطلعت القرعة لعائشة رضي الله عنها، وهم في عودتهم كانوا يمشون في الليل ويستريحون في النهار. في أحد الأيام في رجوعهم وهم جالسون في النهار أمروا الناس بالاستعداد للانطلاق حتى يصلوا إلى المدينة، فتقول عائشة: وأمر الناس أن يستعدوا، فذهبت لأقضي حاجتي ثم رجعت وركبت الهودج أساس ينطلقون، فتقول: فإذا عقدي قد انقطع وكنت قد أخذته من أختي أسماء، فقلت: أرجع أبحث عنه في المكان الذي قضيت فيه حاجتي. تقول: وبينما أنا أبحث عنه جاء الناس حملوا الهودج على البعير وانطلقوا ويظنون أنني داخل الهودج. تقول: وكنت نحيفة لم أحمل اللحم. عمرها في ذلك الوقت 13 سنة، عمر عائشة 13 سنة، فحملوا الهودج وانطلقوا. تقول: حتى لقيت العقد، فلما رجعت ما وجدت أحدا، الكل قد انصرف، القافلة كلها انطلقت. من عقلها رضي الله عنها قالت: سيفقدونني فيرجعون لي، فظلت في مكانها، انتظرت في مكانها. ومن إيمانها وفضل الله عليها تقول: فغلبتني عيني فنمت طمأنينة أنزلها الله على قلبها فنامت في هذا المكان. تقول: ولم أشعر إلا بصوت أحدهم يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجع. تقول: فنظرت فإذا هو صفوان بن المعطل السهمي. تقول: فخمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب، يعني عرفها، عمرها 13 سنة. تقول: والله ما كلمني كلمة، أناخ لي البعير حتى ركبت وانطلق بي خلف الجيش، وكان صفوان قد تأخر على الجيش، يذكر عنه كان ينام كثيرا رضي الله عنه، فكان متأخرا عن الجيش. فتقول: حملني على بعيري، على بعيره، وانطلقنا، فوصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه في الطريق، لأنهم يقفون في النهار على طريق المدينة والرجال يعرفون الطرق. تقول: فلما وصلت تكلم فيها أهل الإفك، وقال بعضهم: ما جاءت مع صفوان إلا وقد فعل بها وفعل، والعياذ بالله. تقول: أنا لم أسمع شيئا. وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر طبيعي جدا، واحدة ضاعت لقوها بالصوت. تقول: فلما وصلنا إلى البيت كان الناس يتكلمون فيها، خاصة المنافقين كانوا يتكلمون في عائشة رضي الله عنها، وأنها زنت وكذا، اتهموها مع صفوان بن المعطل فهي لا تدري. تقول: وكنت قد مرضت في تلك الليلة من البرد، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيني يزورني ليس كالعادة، فقط يمر يقول: كيف أتيكم؟ لأن النبي في النهار يمر على جميع أزواجه، في الليل اللي ليلة يروح لها، اللهم صل وسلم. تقول: فكان يأتيني يقول: كيف أتيكم؟ تقول: لم تكن هذه عادته، كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كنت يوما متعب فقلت: ورأساه، فقال: أنا ورأساه، يعني يطيب خاطرها. تقول: الحين لا، الأمر مختلف، ناشف معي، بس يأتي يقول: كيف أتيكم؟ يعني كيف حالك؟ وينصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شيء بس ما أدري ما هو. تقول: حتى جاءتني يوما أم مصطح قريبة عائشة بنت خالتها أو بنت خالة أبيها، فقلت لها: أريد أن أقضي حاجتي. تقول: ولم يكن عندنا في يعني مراحيض في البيوت كنف،
ما يحطونه في البيوت، يخرجون بعيد يقضون حاجاتهم. تقول: فخرجت معي أم مصطح فقضيت حاجتي، ونحن راجعتان تعثرت في مرطها، يعني في ثوبها كانت تسقط أم مصطح، فقالت: تعس مصطح، تدعو على ولدها، تعس مصطح. تقول عائشة: فقلت لها: سبحان الله، تدعين على ابنك وهو رجل صالح شهد بدرا؟ ما تحملت أم مصطح، فقالت: أو ما تدرين ما قال مصطح؟ قالت: وماذا قال؟ فأخبرتها بأن الناس تكلموا عنها، عن عائشة، ومن الذين تكلموا فيها مصطح ابن خالتها هذا. تقول: فعلمت ليش الرسول صلى الله عليه وسلم تغير علي، لماذا تغير علي النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول: فازددت مرضا على مرضي. فلما جاءني النبي صلى الله عليه وسلم كعادته قال لي: كيف تيكم؟ كيف حالك؟ قلت له: أتأذن لي أن أذهب إلى والدي؟ قلت: أذهب إلى بيت أهلي. فقال النبي: نعم آذن لك. هذا بعد كم؟ بعد 15 يوما من كلام الناس في عائشة، وهي لم تسمع إلا الآن بعد 15 يوم. الرسول كان يسمع صلى الله عليه وسلم، وينظر نظرات المنافقين إليه، كيف أنهم يعني يتشمتون في النبي صلى الله عليه وسلم، يعيش الوضع حايش مع الناس بينما عائشة في بيتها. تقول: فاستأذنت، أريد أن أتثبت. تقول: فدخلت على أمي فقلت: يا أمه، ما يقول الناس في؟ قالت: يا ابنتي، هوني عليك، والله ما من امرأة وضيئة عند زوجها ولها ضرائر إلا كثر الكلام حولها. قالت: إذن تكلم الناس في. فقالت: هوني عليك يا ابنتي. تقول: فصرت أبكي حتى ما يرقأ لي دمع. صوروا امرأة تصاب في عرضها، تكلم الناس في عرضها، وهي شريفة عفيفة رضي الله عنها وأرضها. تقول: فكان النبي يأتيني عند أهلي كعادتي: كيف تيكم؟ والآن عرفت السبب الآن. ففي بعد 30 يوما، 15 يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، 15 يوم عند والديها. تقول: بعد 30 يوما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بشيء فإن التوبة تجب ما قبلها، توبي إلى الله. عائشة رضي الله عنها مثل تضايقت، كيف تشك فيني؟ كيف تسألني هذا السؤال؟ المفروض أنت يعني ما تقول هالكلام. فالتفتت إلى أبيها قالت: يا أبتي، ألا تجيب رسول الله؟ شوف ماذا يقول أبو بكر، ما يفكر. فقال: والله ما أدري ما أقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إلى أمي قلت: يا أمه، أما تسمعين رسول الله ماذا يقول؟ ألا تردين؟ دافع عني. فقالت: والله ما أدري ما أقول. هذا محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، بنتهم، لكن الرسول غير، اللهم صل وسلم. تقول: فقلت: والله إن قلت لكم إني ألممت بشيء والله يعلم إني بريئة، لا تصدقوني، لا تصدقنني. وإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة، لا تصدقون. والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. تقول: فجعلت أبكي حتى كاد البكاء أن يقتلني. تقول رضي الله عنها. تقول: بينما نحن كذلك تصبب العرق على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نزل عليه الوحي ينزل عليه العرق كأنه الجمان، كأنه اللؤلؤ. تقول: فلما سري عنه قال: أبشري يا عائشة، فقد برأك الله، برأك الله. فأمي من فرحها قالت: قومي فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قومي فاحمديه. تقول عائشة: قلت: لا والله لا أحمد اليوم إلا الله، لا أحمد اليوم إلا الله، كلكم تكلمتوا فيه، حتى الرسول اللهم صل وسلم عليه، لا أحمد اليوم أحدا إلا الله. فقرأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم آيات سورة النور، إن شاء الله يصلي فينا الإمام إن شاء الله الشيخ فهد إن شاء الله صلاة العشاء. هذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فبرأها الله تبارك وتعالى من فرق سبع السماوات، كما قال القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى:
اتهم يوسف فبرأه الله بشاهد، واتهمت مريم فبرأها الله بكلام نبي وهو عيسى عليه السلام، واتهمت عائشة فبرأها الله تبارك وتعالى بكلام منه سبحانه وتعالى. وتكلم عن براءة عائشة رضي الله عنها حسان بن ثابت، خاصة أن حسان من تكلم فيها، فرد على ما نسب إليه فقال في عائشة رضي الله عنها قال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سور وباطل، فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت صوتي إلي أناملي، فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل، له رتب عال على الناس كلهم تقاصر عنه ثورة المتطاول، فإن الذي قد قيل ليس بلائط ولكنه قول امرئ بيماحلي، رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائل. رضي الله عنها وأرضاها.